لا داعي لأن يعدل حسام. في كل مرة تتهاوى فيها الليرة السورية أمام الدولار أسعار الأدوية في الصيدلية التي يعمل بها في مدينة إدلب، فمنذ إصدار قرار اعتماد الليرة التركية بدلا من السورية تلاشت مشكلات تغير الأسعار إلى حد كبير. هلا قبل كنا نعاني من موضوع غلاء الدواء بشكل تدريجي، يغلى الدواء فتلاقي في على الدواء اكثر من تسعيره، وهذا الشيء كثير الناس اخذ موقف عند الناس انه نحن عم نغلي الادويه، هو نحن ما عم نغلي الدواء، هو عم يغلى وعم يلاقوا اكثر من تسعيره على الدواء الواحد. وقت اللي نزل بروشور من وزاره الصحه ومن نقابه الصيادله حدد سعر الادويه بالليره التركيه، والليره التركيه توفرت بشكل كبير، الحمد لله السعر صار ثابت، صارت اسعارنا بالليره التركيه توحدت الاسعار بكل الصيدليات. تعد الافران ومراكز المحروقات من اوائل المراكز التي بدات بتداول الليره التركيه عوضا عن السوريه داخل مدينه ادلب، لتتبعها الصيدليات والمحال التجاريه والغذائيه الكبيره منها والصغيره، لتلقى فكره استبدال الليره قبول المواطنين مع توفر القطع النقديه والورقيه، اذ تشهد محال الصرافه في المدينه اقبالا كبيرا بغرض شراء الليره التركية. الشعب متقبل الليرة التركية وعم بيجي بيفعل بالسوري على التركي ومن الدولار على التركي كذلك الأمر. الأمور كويسة الحمد لله رب العالمين. هلا الصعوبات إنه بس عنا الإفراطة التركية عم نعاني منها كثير يعني قليلة أول شيء، بعدين شلون بدي أقول لك يعني عم بيجي واحد بيصرف بيشتري تركي ما بده صاغ، بده إفراطة شيء يتداول فيها بين العالم يعني. يعيش في مدينة إدلب قرابة 800 ألف نسمة بين مقيم ومهجر، معظمهم يعاني أوضاعا إنسانية ومعيشية صعبة وسط ارتفاع الأسعار وقلة فرص العمل، إضافة إلى تخبط سعر الصرف في الآونة الأخيرة وتغير الأسعار المستمر. ليلقى التعامل بالليرة التركية بدلا من السورية واستقرار الأسعار نسبيا صدى إيجابيا عند الأهالي، ولكن مع بعض التحفظ على عمليات صرف الليرة وطريقة التعامل بها بشكل غير منظم. لسه نحن عندنا بالبلد ما في تسعيره اسمها ليره تركيه. اليوم بائع الفروج عنده 3 تسعيرات، بيحسن يبيعك على الدولار وبيحسن يبيعك على السوري وبيحسن يبيعك على التركي. الخضرجي نفس العمليه، بيحسن يبيعك على الدولار وعلى التركي وعلى السوري. ما في تسعيره محدده انه تركيه بس تتعامل بس بالتركي. اذا جيت بدي اشتري كيريه بطاطا من عند البائع بيقول لي حقك كيلو 300 ليره. بيقرش لي اياهم على السعر السوداء تبع التركي وبياخذوا مني تركي. معناتها هاي ما تسعيرة. بالنسبة لليرة التركية أفضل من الليرة السورية حاليا، يعني أنا بطلع مثلا من البيت شايل معي تركي فقط، يعني أول كنت مثلا بدك تصرف السوري ممكن هلا 2500 بعد شوي يصير 3000 فبتختلف عليك الأسعار، أما حاليا أنا بشيل معي تركي بعرف إني فايت على المحل، بعرف شو سعر الغرض اللي بدي أخذه، بعرف شو يعني افضل، بس في يعني نقطه هي اللي اختلفت انه غلت شوي الاسعار بس ثبتت يعني نوعا ما. رغم استعمال الليره التركيه بدلا من السوريه فان هنالك بعض الصعوبات وعمليات الاستغلال التي تحصل في البيع والشراء واستبدال العمله كما يقول الاهالي، فهل ستكون هنالك اجراءات حقيقيه لضبط الاسعار والحد من عمليات الاستغلال؟